السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للسادس من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: تأجيل المدارس الحكومية أسبوعين وفحص الكادر التعليمي. الخارجية تتولى ترتيبات سفر الطلبة البحرينيين للأردن. ومن الصفحة الأولى لصحيفة أخبار الخليج نقرأ: تصاعد كبير في عدد إصابات فيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها: ترحيب بحريني مصري بمبادرات تحقيق السلام الشامل. جمعيات خيرية في ندوة صحيفة الوطن: نعمل بشفافية ونرحب بمراقبة ديوان الرقابة. أما صحيفة البلاد فقد عنونت: الرئيس المصري يشيد بمتانة العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين. 3000 معاملة تسجيل عقاري إلكترونية في 4 أشهر. خط الكاتب أسامة الماجد مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان: البحرين منارة للتعددية المذهبية. فإلى هذا المقال: في كل عام تقدم وزارة الداخلية استراتيجية ميدانية متميزة لنجاح موسم عاشوراء، ويتسم العمل بالديناميكية والتفاعل والتواجد المستمر على مدار الساعة، وذلك لتحقيق الهدف الأكبر وهو نجاح موسم عاشوراء. شاهدنا التزاما كبيرا من قبل جميع المآتم والمواكب الحسينية في مختلف المحافظات والعمل مع وزارة الداخلية بمبدأ روح الفريق الواحد، أسهم في الخروج بموسم عاشوراء بهذا الشكل المتحضر. لقد كانت الروح الوطنية والتكاتف والمسؤولية العنوان الأبرز في موسم عاشوراء، وهذه هي الصورة التي تقدمها البحرين دائما، كونها منارة للتعددية المذهبية وقاعدة صلبة للمبادئ الإنسانية وحرية المعتقد وتعزيز الوئام بين الجميع. كما ونشر صحيفة البلاد مقالا لسمر الأبيوكي والذي جاء بعنوان: عن بعد. فإلى أبعاد هذا المقال: ترقبات كثيرة حول ما سيؤول إليه الوضع العام بعد عودة بعض الطلبة الذين اختاروا مسار الحضور بدلا عن الدراسة عن بعد. فيما عجت الأسواق بعدد من الآباء والأمهات لاقتناء مستلزمات حديثة من حاسب آلي أو كاميرا أو غيرها، ما يسهل على الطالب فهم دروسه وتواصله عن بعد مع أساتذته ومعلميه. في بعض الدول تقوم وزارة التربية بتوزيع الحاسب المحمول على الطلبة، كونه يعد بديلا عن الكتب الدراسية التي توزعها الوزارة، وهو ما يجعل الكل متساويا فيما يملك وما يحتاج لتلك العملية التربوية. عجبا لك أيها الفيروس، قلبت موازين العالم في ليلة وضحاها، فلا مفر من مواكبة العصر والاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار والإبداع في عالم يعيش بأسره في شبكة عنكبوتية حقيقية تحملها في هاتفك المحمول أو في شاشة حاسوبك الشخصي. صحيفة أخبار الخليج نطالع أنه في 29 من شهر سبتمبر الجاري تنطلق أعمال منتدى رؤى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح، والذي يأتي سنويا بتنظيم من ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، والذي سيكون هذا العام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الاتصال المرئي.
بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن الدكتور محمد بن دينا الرئيس التنفيذي لمجلس الأعلى للبيئة أكد على حرص مملكة البحرين على الالتزام الدائم بالاتفاقيات الدولية لمواجهة التحديات البيئية من خلال تبني حزمة من الإجراءات للخروج من جائحة فيروس كورونا بأقل الأضرار. أوضحت صحيفة أخبار الخليج أن نحو 4000 من المتطوعين سجلوا للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 في مملكة البحرين. الجدير بالذكر أنه يمكن للمتطوعين الراغبين في التطوع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أو بالحضور للمشاركة في التجارب السريرية. ننتقل إلى أبرز ما جاء في صحيفة الأيام، حيث نشرت أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية لمدة أسبوعين، وذلك لفحص جميع الكادر التعليمي في المدارس الحكومية. نقلت صحيفة الأيام أن وزارة الخارجية في مملكة البحرين قامت بإصدار تعليمات حول إعادة الطلبة البحرينيين في الأردن بحزمة بلغت 620 دينارا بحرينيا، تشمل على تذكرة السفر والخضوع للفحص الطبي والحجر الصحي في الفندق. أكد مصدر مسؤول لصحيفة الأيام أن القرارات الأخيرة التي تنظم استقبال القادمين من دول مختلفة إلى المملكة لا تشمل استخدام عاملات المنزل الجدد ممن لا يحملن إقامة في البلاد سارية الصلاحية من قبل. نتحول إلى صحيفة الوطن، حيث نطالع منها أن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة قال أن مجموع عدد معاملات التسجيل العقاري المقدمة إلكترونيا منذ تدشين نظام تقديم الطلبات إلكترونيا بلغت حوالي 3000 معاملة إلكترونية. لفت الصحيفة الوطن أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق مبادرة إرشاد للاحتفاء بمتفوقات من خريجات المرحلة الثانوية العامة في المدارس الحكومية المختلفة من خلال عقد ورش عمل تفاعلي عن بعد للتعريف بالتخصصات الواعدة في سوق العمل. ومن الصفحة الرياضية لصحيفة الوطن نطالع أن اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي دشنت هويتها الجديدة لمشروعها الرامي لإحياء التراث الوطني. بدوره أوضح رئيس اللجنة عبد الله القعود أن اللجنة انتهت من اختيار مقر رسمي لها في منطقة الرفاع إذانا ببدء العمل للموسم الجديد. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.